بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الخاصة عن الملتقى الحكومي 2019، والتي سنبحث فيها أبرز ما جاء في الاستعراض الذي تفضل به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله في افتتاح جلسات الملتقى. يسرنا أن يكون معنا في الاستوديو من مركز عيسى الثقافي كل من الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة، والسيد أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل. يا أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا، شرفنا بوجودكم معنا اليوم. سموي العهد الله يحفظه وكعادته يقدم عرض في بداية جلسات الملتقى الحكومي، وكما تميز هذا العرض تميز مثل ما شفناه في عروض سابقة بالعفوية بالشفافية التامة. سموه يتحدث بالأرقام، يتحدث بمصارحة شديدة مع يعني الجهاز الحكومي بمختلف مستوياته، وما يأتي في الملتقى الحكومي حتى من مخرجات وتوصيات يذهب ليكون يدخل في برنامج عمل الحكومة، فهذا الملتقى له أهمية كبيرة. كيف وجدتم أستاذ أسامة أبرز ما تفضل به سموه اليوم في عرضه المقتضب لكنه الثري الحقيقة؟ الملتقى له أهمية كبرى، بالذات حينما تأتي قيادات الصف الثالث والثاني في الحكومة، فهم المناط بهم عملية التنفيذ اليومي لتوجهات الحكومة. العام الماضي لم يكن عاما سهلا، كان في كثير من التحديات التي نوقشت في ملتقى العام الماضي. نعم. فالوضع المالي والعجز في الميزانيات والدين العام ألقى بظلاله على طريقة أداء وطريقة عمل الحكومة، واضطرت جميع الأجهزة الحكومية والوزارات أن تقشف وأن تقلل وأن تغير من طريقة عملها. نعم. حينما أطلعنا صاحب السمو ولي العهد اليوم في عرضه على انخفاض الدين العام بنسبة 38% خلال عام واحد، هذا منجز ضخم. صحيح. لم يأتي بالسهل، والقيام أو الوصول إلى هذا المنجز ساهم فيه جميع من كان موجودا من مدراء ووكلاء مساعدين ووكلاء وأعلى من ذلك، فكان من المهم أن يعرف الحضور كيف كان تعبهم خلال العام الماضي وتأثيره، والنتيجة الإيجابية الضخمة أن انخفاض بمقدار 38%، هذا إنجاز لم نكن أنا شخصيا لم أكن أتوقع. على الأقل ليس في عام واحد. ليس في عام واحد. نعم. لكن من ساهم في هذا الإنجاز؟ من قام بالتقشف؟ من قام بتغيير الآليات؟ هم المدراء وهم الوكلاء المساعدون، ووجود المنتدى هو ما يعطيهم الفرصة لأن يسمعوا من رأس الهرم نتيجة عملهم. نعم. ليحسوا بالفخر، وكذلك ليحسوا أن التضحيات وأن التغييرات التي حصلت لهم جاءت بنتيجة ولم تكن هباء. فمهم جدا أن يسمعوا. نحن نلتقي مع القيادات، مع أصحاب السمو حفظهم الله، وننقل إلى قيادات الصف الثاني والثالث ما نسمع، ولكن أن تسمعها من مصدرها أمر آخر. نعم. لها وقع مختلف. لها وقع مختلف أكيد. نعم. دكتور وليد، يعني مثل ما تفضل الأستاذ أسامة بأن انخفاض كبير في الدين العام وصل إلى 38%، لكن ولله الحمد وكما تفضل سموه في يعني في هذا العرض اللي تقدم فيه وبالتفصيل وبالأرقام، راح نرجع لبعض التفصيل، لم يؤثر على مشاريع الحكومة، لم يؤثر سلبا على مستوى الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية المختلفة، سواء للمواطنين، للمقيمين، للزائرين أو حتى للمستثمرين. كان التحدي أن تمسك العصا من النص وأن تسير في مسارين متوازيين، تحافظ على جودة الخدمات بل تسعى لتحسينها، وفي الجانب الآخر تقلل من المصروفات وبالتالي تقلل من يعني طبعا مصروفات وغيرها لتخفيض الدين العام. أول شيء مساكم الله بالخير. صراحة اليوم كلمة سموي العهد لها أثر كبير، دائما تبعث في التفاؤل كالعادة، ولكن المهم أن نعلم أن هذه الكلمة تعزز كذلك القيم الموجودة اللي ابتدأها من قبل تقريبا 4 سنوات في الملتقى الحكومي الأول 2016. لو نتذكر شوية القيم هذه كانت فيها
الاستدامة والتنافسية وكان فيها العدالة وما زالت طبعا موجودة. وجدنا بعد سنة تقريبا صار فيه تركيز على أن يكون هناك رؤية واضحة وتنفيذ لهذه الرؤية. من بعدها مبادرة ماي العهد بأن يكون في فريق للبحرين، وهذا الفريق مثل ما أشار ركز اليوم بعد ماي العهد عليه بأن نحب التحدي ونعشق الإنجاز. نعم. وركز في هذه الكلمة هالمرة بأن يكون في تميز وفي خدمة. ولعل يعني أكثر الأمور اللي إحنا تخلينا نتغلب على التحديات اللي أنت أشرت لها، لما يتكون عندك قيم ويكون عندك فريق يعمل بروح واحدة ويكون عندك قيادة واضحة الرؤية، نعم، ويكون فيه تنفيذها يعني بوضوح جدا من دون أي خلل، خلينا نقول بالنسبة لتقديم هذه الخدمة، ففعلا تشوف النتاج يكون سهل. كان عندنا فعلا تحدي كبير خاصة في تقديم الخدمات اللي على يعني بشكل متواصل في هناك زيادة في الطلبات. إذا بتكلم عن الجانب الصحي اليوم في كل دول عامة العالم في هناك زيادة بموازنات الصحة، وزيادة في أقل دولة عالمية يمكن تزيد بحوالي 7% أو 8% عما كانت عليها موازنات السابقة. ما وضع ولي العهد من قيم، ما وضع عامة من فريق، جعلنا نرجع مرة ثانية إحنا نشوف استغلال الأمثل لهذه الموارد وكيف أن تكون الخدمات فعلا. كان في توصية دائما علينا على الصحة، لأن هدف الرئيسي كان في من أهداف الرئيسي للملتقى الحكومي الأول ولحد الآن هو الاستثمار في المواطن. الاستثمار في المواطن خاصة الجانب الصحي فيه هو جانب كبير جدا. تبغي مواطن يتعلم، تبغي مواطن يعني يكون يعطي، لازم يكون صحيح، ركيزة أساسية في مسيرة التنمية. نعم. الصحة يعني والتعليم طبعا وغيره، لكن الصحة لها دور كبير. صحيح. فإحنا بصراحة يعني الحكومة كانت تدعمنا دعم كبير جدا، وما في هناك مجال لتقليل الخدمات على المواطنين اللي نحتاجوها، ولكن ما جعلنا احنا في التحدي بأن يكون عندنا استغلال أمثل للخدمات اللي احنا تقدم اليوم. سواء العهد ذكر مواضيع كبيرة جدا ولها أهمية في التميز وفي تقديم الخدمة وتلمس الصحة مباشرة، دليل على استمرارية هذه الرؤية الواضحة جدا من أول بداية الملتقى الحكومي إلى اليوم، ولعلها لها كذلك ركائز من السنوات السابقة تحملها هذه القيادة بقيادة جلالة الملك المفدى وكذلك برأي حكيم سمو رئيس الوزراء. لما بتكلم اليوم عن سمو ولي العهد يعرض عن قانون ضمان الصحي، وقانون ضمان الصحي هو عبارة عن مشروع تغيير كامل في المنظومة الصحية في البحرين، وليس عامة هو بس فقط باسم الناس يمكن تسمع والله ضمان صحي أو تأمين عامة صحي، ولكن هذا القانون يعطي أربع كانت مطالب موجودة لفئات مختلفة في المجتمع. أول مطلب كان لعموم الناس، إيش كانوا يرغبون فيه؟ يبغون جودة الخدمات ويبغون سهولة الوصول وسرعتها. والجانب الآخر أن أنا عندي مقدمين الخدمة يحتاجون أن يكون هناك في تقديم الخدمة في نفس الجانب مردود مناسب لهذه مع هذه الإنتاجية، ويكون في شوية حرية في اتخاذ القرار. الجانب الثالث المهم القطاع الخاص. دائما ما يأتي القطاع الخاص ويقول إحنا نحتاج أن نكون معاكم طرف يا وزارة الصحة وننافس ونقدم الخدمات. أما الطرف الرابع اللي يعني بدأ هذه المشاوير كلها هو الحكومة ومتطلباتها، تحتاج استغلال أمثل حق الخدمات. فمن جدي أن قانون الضمان الصحي اليوم اللي يعطي الصحة بتكون فقط منظمة ما بتكون مقدم خدمة، في نفس الوقت تعطي مقدمين الخدمة استقلالية وفي هناك استغلالية ذاتية للخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية. نعم. وكذلك في المراكز الصحية، إضافة إلى أن الضمان الصحي بيعطي كذلك يعني مشاركة كبيرة للقطاع الخاص، والحكومة هي من ستدعم هذه يعني هذه النهضة. فالقطاع الخاص بيحصل ما كان يرغب فيه، والعاملين في المستشفى ومقدمين الخدمة بصير عندهم إنتاجية، يعني الدفع لهم خلنا نقول أو ما يرد لهم هو بحسب إنتاجيتهم. نعم، وهذا يمكن ما أكد عليه سمو ولي العهد حتى في الملتقى الماضي في العام الماضي بأن على الدولة الآن كقطاع العام أن يكون مشرف منظم للخدمات، لكن القطاع الخاص هو الذي يجب أن يقوم بتقديم مثل هذه الخدمات. اللي تفضل فيه الدكتور كمثال في وزارة الصحة هو ما أشار إليه سمو ولي العهد اليوم بأن كل القطاع الحكومي الآن أصبح ملتزما بمستوى جودة الخدمات المطلوبة. 16 جهة كان في العام الماضي أو في السنوات السابقة 30 ثلاث جهات، الآن
100% من يعني الجهات الحكوميه ملتزمه بمستوى الخدمات المقدمه للمواطن اللي هي 16 جهه، وهذا دليل اللي اكد عليه سمو بان معيار يعني تقييم اي جهه حكوميه وكفاءتها هو رضا المواطن ومستوى الخدمات المقدمه له. المواطن هو المحور، هي النقطة التي تدور حولها جميع البرامج الحكومية. نعم. المواطن في منظور الهيئة مثلا لدينا هو صاحب عمل، صاحب مؤسسة، مستثمر، هو عامل أو شخص يبحث عن عمل، أو عاطل، أو شخص يبحث عن الترقي والتطور الوظيفي، أو متلقي للخدمة، أو رب أسرة يريد بعض من خدمات الهيئة، أو مقيم يطلب حقوقه. فبالتالي الأساس هو أن نضع المواطن ونضع الخدمات التي نقدمها نصب أعيننا. وهناك توازن دائما ما بين الرغبة في التطوير والرغبة في الإصلاح، وهيئة تنظيم سوق العمل هي على سبيل المثال نتاج مشروع إصلاحي، ما مشروع إصلاح سوق العمل الذي بدأه سمو ولي العهد نفسه في العام 2004. الإصلاح لا يأتي سهلا، ولكن العبرة بالنتائج. على سبيل المثال في العام 2004 لما بدأنا في مشروع إصلاح سوق العمل كانت نسبة البطالة في البحرين تقدر بحوالي 14% أو أكثر، لأن لم يكن هناك قياس في ذلك الوقت لها. اليوم نحن نتكلم على 3.9 إلى 4%، انخفاض بمقدار 66%. أين ذهب هذا الانخفاض؟ هذا الانخفاض أصبح وظائف، ونحن نعلم أن لدينا آلاف من الخريجين البحرينيين يدخلون سوق العمل كل سنة، فمع دخول الآلاف بعد انخفضت على المدى. ففي وقت من الأوقات تساءل الناس عن الحاجة لمشاريع الإصلاح، أن العبرة بالنتيجة، والنتيجة دائما إن لم تنعكس على المواطن فهي ليست نتيجة. فاليوم أنت ترى أن ما تفضل به سمو ولي العهد في العرض الذي قدمه كاملا، كل جزء منه كان يتكلم عن أمر يخص المواطن. كل جزء منه يتكلم عن أمر يخص المواطن، لأنه إن لم يكن المواطن محورنا إذن لماذا نعمل؟ هو هدف كل العمل الحكومي 100% المواطن 100%. وفي سبيل تطوير عمل الحكومة من أجل أيضا تقديم أفضل خدمات للمواطن، ذكر سموه بأن تم إعادة 27 جهة حكومية، إعادة هيكلتها من أصل 56 جهة حكومية. إحنا نتكلم عن تقريبا يعني حوالي نصف الجهات الحكومية تم إعادة هيكلتها لتطوير العمل في القطاع الحكومي. هذه خطوات متسارعة وخطوات يعني في الاتجاه الصحيح، وفي احنا نختصر الوقت يعني في سنة واحدة حدث كل هذا. صحيح. مرة ثانية عامة إضافة، إذا إعادة الهيكلة، طبعا وزارة الصحة من أحد الوزارات اللي تم إعادة هيكلتها خلال تقريبا حوالي سنة واحدة للآن. نعم. تغيرت عامة إدارات ودمجت بعضها بحيث أن تكون الكفاءة هي الضمانة في عملها الحكومي، رفع مستوى الإنتاجية، تقليص التكلفة. صحيح. تقليص وضعت. نعم. وضعت مؤشرات عامة واضحة كذلك لقياس الأداء بالنسبة حق الحكومة. لما احنا نتكلم عن إعادة الهيكلة بما يكون يعني تكلم اليوم سمو ولي العهد كذلك عن بيئة العمل، أن أنت تخلق بيئة عمل بحيث أن يكون من السهل عامة أن تعمل فيها، ومدى كذلك إعادة هذه الهيكلة. صدر مرسومين عن جلالة الملك في التنظيم الجديد، صدر اليوم مجلس أمناء للمستشفيات الحكومية، وصدر كذلك مجلس أمناء للمراكز الصحية، وهذه كلها توافق عامة بأن هناك في قانون يطبق إعادة هيكلة في وزارة الصحة بما يتناسب المشروع القادم. فهناك في خطوات كبيرة جدا في خلال سنة واحدة 2018 للآن 2019، احنا عندنا الوزاره نفسها تغيرت فيها كثير من الادارات ودمجت فيها وتحسنت عامه وتعدلت، اضافه الى مجلسين امناء بما يخدمون عامه استغليات المستشفيات الحكوميه والمراكز الصحيه.
نعم. إضافة إلى أن هناك العمل الآن قائم، يعني بدأ من أول السنة إلى حد الآن في مشاريع عامة كثيرة فيها، لو تكلمنا عامة صراحة عن حتى التقاعد الاختياري اللي تم في يعني على مستوى عامة الحكومة كوزارة، من الإيجابيات عامة كذلك الرئيسية بالنسبة حق التقاعد الاختياري اللي طرح، أنه تعطيك أنت فرصة لإعادة توجيه خلينا نقول مكامن الناس وقوتهم وصلاحية خلينا نقول العمل وإعادة المهام بما يرغب الخدمة المقدمة فيها. وكان حرص كبير جدا على أن يكون في هناك اختيار للوظيفة، في اختيار للمكان اللي تعمل فيه، ولعل حب بيئة العمل وحب المكان كان ركيزة بالنسبة حق هذا الاختيار. نعم. هدف إعادة الهيكلة كان تطوير العمل الحكومي، هل هذا الشيء يعني بات ملموس خلال الفترة السابقة؟ الكثير من الناس يربط إعادة الهيكلة بتقليص النفقات أو ولكن هو جانب من جوانب، هو أحد مو هدف الهدف الرئيسي. تخيل أن لديك منظومة عمل اليوم ورقية على سبيل المثال يقوم عليها 50 موظف، ثم انتقلت من المنظومة الورقية إلى المنظومة الرقمية وأصبح إلكتروني، أصبحت الخدمة أسهل وأسرع وأكثر انتشار، وأكثر انتشار. ماذا يحدث على 50 موظف؟ 50 موظف يحتاجون إعادة تأهيل وإعادة تدريب وإعادة استخدامهم في وظائف أخرى. نعم. وإلغاء الوظائف اللي كانوا يعملون فيها سابقا. نعم. هذه هي إعادة الهيكلة، من يقوم بتطوير العمل يستنبط وظائف جديدة ويلغي وظائف أخرى، وليس إلغاء الوظائف يعني الاستغناء، إلغاء الوظائف يعني نحن لم نعد نحتاج إدارة أرشيف ورقي مثلا أو خدمات عملاء بالحضور الشخصي. فإذا قمنا بتطوير العمل، وهذا ما تعمل عليه الدولة كافة، إذا قمنا بتطوير العمل احتجنا إلى إعادة توزيع الموظفين، واحتجنا إلى إعادة توزيع هذا العمل بهيكل جديد. في جانب آخر، كل المشاريع التي تخرج علينا اليوم، على سبيل المثال هيئة تنظيم سوق العمل قامت بإعادة هيكلة في مطلع هذا العام. نعم. لماذا؟ أنيط إلينا على سبيل المثال بمشروع حماية الأجور، وهو المشروع الذي على وشك أن يطلق، فهو مشروع ينظر إلى أجور جميع من يعمل في البحرين، ويجب أن تكون تنتقل هذه الأجور من صاحب العمل إلى العامل عن طريق النظام البنكي، وهناك اطلاع عليها لضمان عدم الإخلال بدفع الأجر. نعم. هذه العملية تحتاج ناس متخصصة لكي تتابعها وتتأكد منها، فتحتاج إعادة هيكلة لخلق هذه الإدارة. وفي جانب آخر، هناك إدارة أخرى طورنا العمل فيها ولم نعد نحتاجها. فمن يطور في العمل، من يستخدم التكنولوجيا، من يبسط الإجراءات، يحتاج إعادة هيكلة، ويحتاج إعادة هيكلة مستمرة. هذا بالإضافة طبعا، لأن المتغيرات لن تقف، المتغيرات حتى إعادة الهيكلة الحالية مستقبلا ستحتاج إلى إعادة. هل سنتوقف عن التطوير لأننا أعدنا الهيكلة؟ لا، سوف عملية مستمرة. سوف نطور، وقريبا نعم. جدا سوف نطلب هيكلة أخرى بإذن الله. يعني يمكن أضيف على ما أنا بس حاب أعلق شغلة وأضيف شبكها لو سمحت، أضيف بأن سمو العهد وهاي أحد أهداف إعادة الهيكلة، أكد بأن على الحكومة أن تحافظ على ثقة المواطن في مستوى الخدمات اللي تقدمها. صحيح. تحافظ على هذه الثقة. إعادة الهيكلة هو شكل من تجديد لهذه الثقة وتطويرها، لأن ما كان معمول به سابقا لن يعني ربما اليوم هو ليس معمول به بشكل كلي، بعد سنوات قليلة لن يكون هناك حاجة إليه. يمكن يعني بس أنا أكد على ما قال يعني كذلك عبد الله في الموضوع، بأن إعادة الهيكلة ما تعني أبدا بالتقليص أو بتقليل عامة ما يقدم من خدمة أبدا. إعادة الهيكلة يمكن هناك في مسمى ثاني بالنسبة حق إعادة هندسة خلنا نقول الخدمات اللي هي تقدم أو هندرتها، وهو مشروع قائم كذلك حكومي منتشر عامة في كل الوزارات. فالمواطن عشان تستعيد ثقته، ولما يكون عامة ركيزة عندك المواطن بأنه هو يكون الشخص اللي ترجع له عامة بالخدمات اللي تقدم له، هو راضي عنها وغير راضي عنها. فالخدمة لما تكون عامة فيها جودة، معناته هناك يعيد النظر في طريقة تقديمها، ليس عامة بالضرورة بأن يكون هناك هذا التقليص على أساس أن أنت تقلل الخدمة. الخدمة لازم أن احنا يعني يكون في عليها التركيز وتكون مستمرة من دون تقليل، بالعكس يكون فيه التطوير، وإضافة إلى الجودة السابقة بعد كذلك جودة أعلى مما كانت عليه. فهي يمكن إعادة الهندرة أو خلنا نقول هندسة
الخدمات نفسها وإعادة الهيكلة كلها تي بموضوع واحد، الحكومة هي أخذتها على عاتقها وانشرتها عامة في جميع المؤسسات الحكومية. نعم. أيضا أستاذ أسامة، يعني للتذكير بالكثير من النقاط اللي تفضل سمو ولي العهد اليوم والقطاعات اللي أشار لها بالتحديد وبأمثلة، واحنا ان شاء الله في هذا البرنامج وفي حلقات سابقه يعني قادمه خلال الشهر راح نحدد لكل قطاع حلقه كامله نتكلم فيها عن الانجاز اللي تحقق، لكن راح نستذكرها بشكل سريع. احنا نتكلم عن انخفاض الدين العام، لكن بكل هذه الانجازات على سبيل المثال سمو تكلم عن ما تحقق في ملف البطاله، ملف الاسكان، وذكر مشروع شرق سترة، الاسعاف اللي مظلتها اليوم تغطي كل البحرين، مشروع الجينيوم وتدشين خط السادس في ألبا، توسعه بابكو، تحسين بيئه الاعمال، ايضا مطار البحرين الجديد 2020. كثير من الامور اللي تحققت واللي ان شاء الله راح تحقق في الفتره القادمه. سرعه الانجاز لم تقف امامها مساله يعني اعاده الهيكله ولا مساله تقليل الدين العام وخفض المصروفات. المشاريع التي تحققت خلال الفترة القليلة الماضية والمشاريع التي سوف تطلق مهمة جدا لأسباب لها علاقة بمستقبل البحرين في 10 و15 سنة القادمة. الخط السادس في ألبا هو سيعيد ألبا لكي تصبح أكبر منتج للألمنيوم في العالم. هي كانت الأكبر وفي السنوات الماضية خرجت شركات أخرى حول العالم. أنا أعتقد تراجع الترتيب إلى الثالث أو الرابع. وآخر توسع الخط الخامس كان في 2005. صحيح. طاف 14 سنة. صحيح. الخط السادس هو ليس مجرد إنتاج ألمنيوم أو ليس فقط عملية أن نكون الأكبر أو الأول في العالم. كل ما زاد الإنتاج كل ما انخفضت التكلفة، فأصبحت أكثر تنافسية لكي تدخل على خط التنافس مع الصناعات الكبيرة حول العالم. هذه التنافسية كذلك تعني أن سوف يكون لديك في البحرين من الصناعات التحويلية التي تتغذى على ألبا أكثر. جميعنا يعلم أن الصناعات التحويلية داخل البحرين هي التي توظف وهي التي فيها القيمة المضافة، وألبا تدعم الصناعات التحويلية عن طريق إعطائها حتى سعر تفضيلي. نعم. ولكن لكي تتمكن ألبا من الربح هي تبيع إلى الخارج بربح وتدعم المصنعين البحرينيين. فالتوسعة الخط سوف يزيد من تصديرها ويزيد من دعمها للمصنع البحريني. دورة رأس المال تكون هنا مهمة. المطار الجديد على سبيل المثال، المطار الجديد ليس فقط طائرات تنزل ولا مسافرين، نحن نتكلم عن أن ترجع البحرين لكي تكون مركز من مراكز النقل الجوي كما كانت سابقا. العودة لكي تكون تأكيد على مكانتها الاقتصادية ومكانتها في المنطقة. وأكثر من ذلك، يعني اليوم أنت لديك مثلا عمليات DHL في المطار، بدون توسعة المطار لن تتمكن من اجتذاب عمليات الشحن الأخرى، لن تتمكن من اجتذاب شركات الطيران. طيب شركات الطيران وإن نقلت مسافر دولي وظفت مواطن محلي، ساهمت في بناء الاقتصاد. فهذه كلها مثل ما قلنا في بداية الحلقة يلف ويرجع على المواطن. نعم. المواطن أحيانا يقول لك أنا شنو أستفيد من ألبا ولا شنو أستفيد من المطار. أنت تستفيد لأن هذه يغير من الدورة الاقتصادية التي وفرت الوظائف، التي ضخت رؤوس أموال في السوق واشترت من التاجر المحلي واستأجرت من المستثمر العقاري. نعم. وحركت السوق، وتحريك السوق يأتي من خلال هذه المشاريع التي لها تبعات على مستوى الاقتصاد المحلي. ألبا هي ألبا، ولكن ألبا هي كذلك بلكسيكو والدرفلة والصناعات المصاحبة والصناعات التحويلية، وكل شركة تغذي هؤلاء، وكل كمبيوتر تشتريه هذه الشركات، وكل وجبة يشتريها عامل في هذه الشركات. الدورة الاقتصادية، الخدمات اللوجستية، النقل، المواصلات، كل هذا. نعم. بالضبط. نعم. شبكة كاملة، شبكة متكاملة، والاقتصاد شبكة متكاملة. فهنا يأتي ميزة أن
نحن نحسن من نوعية العمليات، نحن نعمل على مثلا المشاريع الإسكانية، ولكن من سوف يسكن في هذه يريد أن يعمل كذلك، يريد أولاده أن يعملوا، فهي دورة متكاملة، بعضها ترى نتائجها فورا وبعضها ترى نتائجها في المدى المتوسط وليس حتى البعيد. ومنها هذه. جميل. من المشاريع لابد أن تعلق أكيد على موضوع الشبكة، يعني الإسعاف، مواقع الإسعاف اللي أصبحت اليوم متوفرة في كل مناطق البحرين منتشرة، أيضا مشروع الجنوب. هو من الجميل جدا نشوف هذا التوازن، التوازن بين للمواطن عامة المستثمر فيه بأنه يكون فيه هناك وظيفة عامة يعني تكفله، وفي هناك أمن، خلينا نقول استقرار اقتصادي واستقرار أمني كذلك. وفي الجانب الآخر ما زالت مشاريع الصحية وما يستثمر في الإنسان عامة مباشرة في حياته، اليوم سمي العهد يقول هذه أمر مهم جدا في حياة الناس. فلو تكلمنا عن الإسعاف الوطني، هو نقلة نوعية بالنسبة حق الخدمات التي تقدم في البحرين. أولا أن يكون هناك في جهاز يعنى بالإسعاف في البحرين عامة، فهذا شيء يضاف. إحنا الخدمات الحالية عندنا وزارة الصحة تقدم إسعاف، مستشفى الملك حمد يقدم إسعاف، والمستشفى الدفاع يقدم إسعاف، والثلاثة عامة صحيح أنه كان في هناك تنسيق بينهم، لكن غير لما يكون هناك في جهاز وطني واحد يغطي جميع عامة الخدمات الإسعاف في البحرين. إضافة إلى ذلك اليوم أشار إلى قضية النقاط اللي هي سهولة الوصول خدمة الإسعاف إلى مستحقيها في وقت عامة يكون قياسي. ما بيتم ذلك إلا بالتوزيع الصحيح على مستوى مملكة البحرين. فإحنا ثلاثة مراكز نقلت اليوم أو في فترة بسيطة إلى ثمان مراكز، وستنقل إن شاء الله في الأيام القادمة القليلة جدا إلى 13 مركز بيغطي تقريبا، يعني إحنا زدنا بحوالي تقريبا 4 أو 5 أضعاف ما إحنا عليه أو نقدمه في خلال السنوات السابقة. هذه إضافة كبيرة بيلمسها المواطن مباشرة في قضية وجود الإسعاف متى محتاجه، وصوله كذلك إلى المستشفى يكون كذلك أسهل، حيث أن التنسيق بين المستشفيات الحكومية صار أكثر من كان هو السابق. محافظة تحوث المحرق عندنا في الملك حمد، محافظة خلينا نقول الشمالية والعاصمة فيه مستشفى السلمانية، والجنوبية فيها كذلك اللي هو مستشفى الدفاع أو الخدمات الملكية. نعم. أما بالنسبة لمشروع الجنوب، هذه بصراحة تميز فعلا للبحرين يحسب لها، ويعتبر يعني لعل الفكرة الرئيسية والنظرة الأولية كانت يعني جات من الله يطول في عمره اسمه ولي العهد، وكان مركز عليهم سنوات سابقة، يمكن أكثر من 7 أو 8 سنوات الآن. وكانت النظرة بأن يكون هناك في تخطيط أو خلينا نقول يعني خارطة لجميع الجينات الموجودة في البحرين. يمكن أنا بضرب مثال، وين فائدة الجينوم اليوم وشنو مستقبلا عامة فكرته؟ إحنا وين نتحكي عن الفضاء، مستقبل الفضاء، نتكلم عن والله مستقبل الطاقة شلون بيصير، لكن مستقبل الجينوم ترى هو له مردود صحي ولما ردود كذلك يعني اقتصادي كبير على البلد. نعم. أنا بضرب مثال في ذلك، إحنا اليوم نستخدم الأدوية لمعالجة مثلا بعض الأورام عيد الشر أو المضادات الحيوية. للطبيب عشان يستخدم هذه الأدوية عليه أنه يتبع أكثر من رجمن أو أكثر من خلينا نقول يعني وصفات هذه الأدوية، لأن ولا كنا نعلم طبيا ليش أنا الفلان يستجيب حق هذه الأدوية من المضادات أو مضادات الأورام ما يستجيب غيره لها، فيحتاج أن يجرب 3 أو 4 أصناف إلى أن يصل حق الصنف اللي يناسب المريض. حاليا احنا نعلم أن هناك في علاقة كبيرة بين جينات اللي موجودة في جسم الإنسان وبين تقبل مثل هذه الأدوية. فاللي يتعالج بعيد شيء عن الأورام ما يحتاج أن يكون يتعرض لي كثير عامة من علاجات مختلفة، ولا اللي تعالج عن الأخماج أو اللي هي يعني الالتهابات البكتيرية إن يتعالج بمضادات حيوية قد يكون مو لها يعني للحاجة فيها. فالجينات تعطيك وفرة في الوقت وتعطيك يعني خلينا نقول علاج ثابت للمريض ودقيق وعلاج بيكون مضمون. الآن اللي هي شركات الأدوية الكبيرة يعني متعطشة جدا لهذه المعلومة، تبي تعرف والله أنا خارطة خلينا نقول الجينات الموجودة في الوطن العربي شلون شكلها، في البحرين شلون شكلها، في السعودية شلون شكلها، على أساس أن هي تصنع الأدوية المناسبة لها. فالسبق بيكون لنا عامة لما يكون في مخزوننا وهذه المعلومات، وتكون إحنا نملك هذه المعلومات وليس الشركة عامة خاصة. وعلى المواطن راح يكون لها أثر أنه يحصل المواطن على المواطن أنه يحصل بالضبط علاج أفضل، علاج أفضل. نعم. وفي نفس الوقت هذه المعلومة الموجودة
تعطي كذلك يعني فرصة اقتصادية كبيرة لمصنعين الأدوية ومصنعين عامة مضادات الأورام أنه ممكن يستخدمونها لتعميمها على جميع عامة الوطن العربي. نعم. سأل سامة من النقاط المهمة اللي ذكرها سمو ولي العهد هو إنشاء صندوق للسيولة بحجم 100 مليون، راح يكون يعني تعمل من خلال مظلة التمكين والسياحة، غرفة التجارة والصناعة، صندوق العمل، تمكين مثل ما ذكرنا، هدف إعادة هيكلة التزامات المالية للشركات والقطاع الخاص. أعتقد هذا المشروع في وقته خاصة في الوضع اللي كلنا نعرفه ما يمر فيه البحرين، والبحرين ليست بمنأى عن العالم، هناك تحديات اقتصادية إقليمية أمنية يعني ينعكس أثرها علينا. في هذه جاء نتيجة حاجة ودراسة ويعني وضوح الرؤية بما نحتاجه وبما يجب أن نبدأ فيه من أولويات. في البداية من تفضلت كلامك 100% صح. نحن كدولة أو كاقتصاد دولة يتأثر كثيرا بمحيطه، التغيرات الاقتصادية والتغيرات السياسية والأمنية في منطقتنا تؤثر على ما يحدث. هناك كذلك تغيرات في بيئة الأعمال، دخول التجارة الإلكترونية اللي كانت من 5 سنوات أو 10 سنوات كانت التجارة الإلكترونية مقتصرة على محدودة جدا على الشركات الكبرى. اليوم أي واحد ممكن أن يمارس التجارة الإلكترونية من خلال إنستغرام أو غيرها، هذه تؤثر بصورة مباشرة على المستثمر، تؤثر بصورة مباشرة على التاجر، على توفر الزباين له، على الطلب على منتجاته، على الطلب على الخدمات التي يقدمها. أنت اليوم لديك قطاع سياحي كبير مثلا في البحرين، قد لا يحدث أي هزة لا قدر الله، ولكن دولة أخرى من دول المنطقة أو الدول ليست البعيدة تقدم برامج، تسوي جذب سياحي يجتذب السياح منك ليذهبوا إلى هناك. كيف يتأثر قطاع الأعمال بهذه؟ قطاع الأعمال إن لم توفر له آلية للدعم لكي يتعافى ويعود سوف يتدهور ويتعثر ويغلق يبند بالعامية. إيه نعم. ففي كثير من الأحيان أنت تحتاج أن يكون لديك مؤسسة في عملها ممتاز، توظف بحرينيين في لها قيمة مضافة في الاقتصاد، ولأمور خارجة عن إرادتها وخارجة عن قرارها، لقرارات إقليمية، لتغير في سعر النفط أو لأي شيء من هذا القبيل، حصل لها تعثر. لو تركناها فقدنا مؤسسة جيدة وفقدنا وظائف للبحرينيين وفقدنا رافد للاقتصاد، وهو يمكن أن يعود. فمثل هذا الصندوق إذا تزامن معه قدرة على تحليل أين المشكلة، وإذا ساعدت هذه المؤسسة في هذا الجانب بالذات سوف تعود ولن يصبح الاستثمار فيها ضائع، وسوف تستمر في تقديم الوظائف وسوف تستمر في دعم الاقتصاد. هذه لم يسمع بها على فكرة في منطقتنا، هذه فكرة متقدمة جدا، لأن كان اللي أمام صاحب العمل أو أمام المستثمر أن يذهب إلى البنوك. نعم. وبطبيعتها البنوك لا تقدم قروضا لمن يعاني من التعثر أصلا، يعني ما المعروف أن البنوك تتخوف من المجازفة. فأنت تريد أن يكون هناك صندوق يجازف، لا يستهتر بالأموال ويعني يعطيها بلا فائدة، ولكن يجازف لمن يستحق المجازفة بعد الدراسة. الموضوع بعد دراسة هو مواطن بحريني ومستثمر بحريني، ويوفر وظائف ويرفض ويدعم الاقتصاد. فمثل هذا الصندوق هي خطوة متقدمة تشكل شيء مثل الذي يمتص الصدمات التي يمر بها الاقتصاد لكي يتعافى التاجر في المستوى الشخصي، وهذا أمر يحتاج السوق، وسوف يكون فيما سيأتي من الأيام ميزة تنافسية ضخمة للاقتصاد البحريني بالمقارنة باقتصاديات المنطقة، وهي حماية يعني بالذات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحديدا، هي يقدم لها طوق نجاة إن احتاجت له.
هي حماية للكل. أنت تحتاج أن يكون لديك القدرة متى ما كان الشخص بطبيعة الحال عند استثمار قابل للإنعاش وقابل لأن يرجع ويكون ذو قيمة مضافة في السوق. يجب أن تقدم له الدعم. في الهزات الاقتصادية الكبيرة من السبعينات ولغاية سنة 2008 الحكومة الأمريكية أنقذت شركات كبرى مثل شركة جنرال موتورز وغيرها، أنقذوها. في السبعينات أنقذوا كرايسلر، في 2008 أنقذوا جنرال موتورز. من كان يتخيل أن شركات بهذا الحجم تحتاج تدخل الدولة لإنقاذها؟ لأن ما حدث ليس بيد الشركة ولا بخطأ منها، وتعافت الشركات وأعادت إلى الحكومة الأمريكية مبالغ الدعم التي تلقتها، وما زالت هي موجودة توظف مئات الآلاف. أهميتها في الاقتصاد موجودة وقيمتها المضافة للاقتصاد والدورة الاقتصادية. فإذا أنت تفضلت، أنا يعني استخدمت جنرال موتورز، أنت تفضلت قلت الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة، والكبيرة جدا حتى والضخمة الكبيرة. نعم. جنرال موتورز لا ما في عملاق منها، عملاق أمريكي. نعم. ولكن الهزة حينما تأتي لا تفرق. فمن يحتاج هو، لماذا تقوم الحكومة الأمريكية على سبيل المثال بدعم جنرال موتورز؟ لأن جنرال موتورز توفر مئات آلاف الوظائف، مئات آلاف المصانع المصاحبة التي تبيع على جنرال موتورز، اقتصاديات ولايات متكاملة. فأنت سقوطها يحدث فجوة في حلقة الاقتصاد، وقد ينهار الاقتصاد أكثر. فإذا الصغيرة تحتاج، والمتوسطة تحتاج، والكبيرة تحتاج. وكلما كبرت كلما زادت أهميتها. المهم أن تعود بعد هذا الدعم إلى الربحية، وأن تعوض الصندوق لكي يتمكن من دعم آخرين واستمرار دورة في امتصاص الصدمات عن الاقتصاد البحريني. حقيقة أنا شاكر لكم، يعطيكم العافية. حاولنا أن نقف بشكل سريع على أهم ما جاء في الاستعراض اللي تفضل فيه سمو ولي العهد، وهي يعني الاستعراض السنوي اللي ننتظره سنويا الحقيقة في كل ملتقى حكومي. الخارطة واضحة بكل شفافية، ما الذي تحقق، ما هي التحديات، ما هو الإنجاز اللي المطلوب للمرحلة القادمة تفضل فيه سموه، وأشرك الجميع. وصلنا كلنا الآن كجهات حكومية وغير حكومية نحمل هذه الشعلة معا، مؤمنين فيها، فاهمينها، وإن شاء الله نتائجها تكون كما جاءت في 2018-2019 تكون في 2019 نلمسها إن شاء الله في ملتقى حكومي 2020 إن شاء الله بإذن الله. كل الشكر لكم، شرفتوني. أشكر لكم حسن المتابعة مشاهدينا، نلتقي إن شاء الله في حلقات قادمة من برنامج الملتقى الحكومي. إلى اللقاء.